السلام عليكم خوتي خواتاتي الناس ديال قناة مطبخ لمياء. عندنا خبيز جزائري كليتو في بسكرة عجبني بزاف وحبيت نشاركه معكم. كتشربوا به القهوة الشاي، ممكن تحطوه في الغداء في العشاء في أي وقت بنين كيجي. عندنا كاس ديال الحليب، كاس الزيت، 3 البيضات، عندنا معلقة سانوج، وعندنا كاس ديال السميدة، 2 كيسان ديال الطحين. أو هاد العباري ممكن الكيسان اللي عطيتكم الزيت والسميدة، وممكن ديروه في نص كيلو، عفوا، ديال الطحين، نص كيلو ديال الطحين الفورس. قلت لكم كاس ديال السميدة، 3 الكيسان ديال الطحين الفورس، 2 معالق سكر، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة خميرة ديال الخبز، وعندنا كاس ديال الزيت، عندنا 3 البيضات، 2 بيضات في العجن وبيضة للدهن. هاد الخبز كيجي ممتاز، كيتعجن غير بالحليب كيف ما شفتو، كيجي غاني ما شاء الله زوين. وبالنسبة لأنا تنبغيه رقيق، ما كيعجبنيش غليظ بزاف. وبالنسبة لأنا درت كيف ما غتشوفوا لومول، كنعجنو قلت لكم بالحليب، وكتعجنوه كدلكوه مزيان وتخليوه يخمر مدة نص ساعة. بالنسبة لهاد الخبز الا بغيتو يجي غليظ، راه كيجي غليظ بحال الكيك. انا ما كيعجبنيش، كيعجبني كيف ما غتشوفوا الحجم ديالو متوسط، يعني باش من قطعتو جا معتدل، يعني ما غليظ. ما الا بغيتو تنقصو، هو بعد ما مرات نص ساعة ديال الخم ديال التخمار درتو في هاد اللاطة. الا بغيتو يجيكم غليظ، ديروا اللاطة صغيرة باش يجيكم منفوخ مزيان. كتزينوه بالشوكة، ومن بعد كنديروا ليه البيض مع شوية ديال الخل. هنا بعد ما خمر لينا كيف ما شفتوا، انا زينته بالفرشيطه، من بعد ندهنوا في بيضه، درت ليها شويه ديال الخل باش ترسلنا الريحه ديال البيض، وغندهن له الوجه، ومن بعد غنرشو بالزريعه الحبه السوداء، راه في التقديم شفتوها معانا، معلقه كبيره كديرو في الوجه ديالها. ولا بغيتو ديرو السمسم ديروه، ولا بغيتو تغيروا المول ديروه، تجيكم غليظه العجينه. هنا كيف ما شفتوا درنا، دخلنا الفران على درجه الحراره 180. قلت لكم انا ما كيعجبنيش غليظ، قطعته كيف ما شفتوا معتدل، راه كيجي بنين. ممكن مع الشاي ولا مع القهوه، ولا كترفقوه مع العشاء ولا في الغداء في اي وقت بغيتو. بغيتو يجيكم غليظ كديروا لاطه صغيره، بغيتو يجيكم معتدل، ما كيعجبنيش يكون غليظ كيما هكايا. وبالصحة والراحة، راه كيجي بنين هاد الخبز غير بوحدو مع الشاي والقهوة، بدون ما ترافقوه مع أي حاجة، راه ما شاء الله تيجي بنين. بالصحة والراحة، ومرحبا بالجميع، وكنتمنى الوصفات تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وشكرا للجميع.